شاء الله كل سنة في تطور أكثر وأكثر، واليوم الحقيقة شيء يرفع الرأس. هذا يجب أن جميعنا نحن نشكر سمو الشيخ محمد بن زايد على هالفكرة واللي دعمها ونشرها، وهذه الرياضة العظيمة هذه اللي هي الماراثون الشيخ زايد رحمة الله عليه في أهم نقطة في العالم، أنا أسميها اللي هي النقطة سنترال بوينت للعالم كل اللي هي سنترال بارك، ويرفع علمنا عالي والنشيد الوطني لنا هني والعالم اللي حضروا. هذا شيء الحقيقة نفخر به جدا، ونشكر سمو الشيخ محمد بن زايد على هالفكرة، وكذلك الأخ أبو أحمد محمد الفريق محمد بن هلال الكعبي اللي يواظب ليلا نهارا على تشجيع جميع الشباب والشابات من المواطنين وغير المواطنين دولة الإمارات، وتشجيع الأمريكان، وهذا شيء الحقيقة العمل اللي عملوه عمل يرفع الرأس، ونحن مو بجديد علينا، تعلمنا من رئيس الدولة رحمة الله عليه مؤسس الدولة الإمارات الشيخ زايد الأشياء أكثر من هذا، وهذا القليل والكثير إن شاء الله جاي، وخاصة سنة 2017 اللي أعلنوها اللي هي سنة الخير، وكلنا مسؤولين وليس الدولة الوحدة مسؤولة، نحن يدنا في يدهم لنرفع اسم بلدنا بإذن الله العالم. ودولة الإمارات طال عمرك هي بلد العالم كل اللي هي بلد الأمان وبلد مثل ما يقول the opportunity. الله يوفقنا بجاه النبي محمد ويحفظ بلدنا من الحسد والعقد، وأهلا وسهلا بجميع الطيبين فيها.